القضايا اللي تم طرحها النهارده في البرلمان؟ البرلمان طرح اليوم أهم القضايا، كانت تفعيل آليات العمل العربي المشترك، توحيد القوانين والتشريعات النافذة في الدول العربية، توطيد العلاقة بين البرلمان العربي والبرلمانات الوطنية والبرلمانات الإقليمية والدولية. بعض القضايا في الساخنة على الساحة العربية، من ضمنها سوريا. سيادة النائب، حضرتك شايف الوضع ايه في مصر حيال ترشح الفريق الاول عبد الفتاح السيسي لمنصب رئيس الجمهورية؟ راحة شديدة جدا، وده ما تهرب من السؤال، لكن دار اقول انه البرلمان العربي الخط اللي انتهجه في هذا الجانب ان يترك للشعوب اختيار. انا طبعا ده يعني انا دار تحدثت قبل قليل انه الشأن الداخلي للدول، تدخل البرلمان او تدخل اي دوله في شان اي دوله ثانيه بيعقد القضيه اكثر من ان يحلها. انا 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 رايي الشخصي جدا ان نترك للشعوب اختيار انظمتها، اختيار حركات شعبيه تؤيد الفريق اول عبد الفتاح السيسي وتقوم بحشد ملايين من حق الشعب المصري. الفريق اول عبد الفتاح السيسي للترشح لمنصب رئيس الجمهوريه من حق الشعب، ترون الوضع داخل مصر. من حق الشعب المصري الراء في السيسي، هو القيادة التي يمكن أن تجمع مصر وأن تقود مصر. من حق الشعب المصري أن يفعل في 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 اتجاه ذلك ما يريد. يعني نحن أبدا لا نريد لا للبرلمان ولا حتى للدول العربية في بعضها أن تتدخل في الشؤون الداخلية. للبرلمان العربي للتوافق ما بينهم وما بين بعض الدول، يعني كبرلمان عربي حضرتك دلوقتي عندكم اجتماع أو في خطة وفي مشاكل في عدة الدول، حضرتك كيف زي سوريا او سوريا او مصر واليمن الاوضاع وليبيا؟ دي واحده من المهام المهم، التحديات الكبيره جدا الموضوعه في طاوله البرلمان العربي الان. كيف يمكن للبرلمان العربي ان يحدث انفراج في كل الاوضاع المتازمه في بعض الدول العربيه؟ تصريحات من الاداره الامريكيه بقطع المعونه عن مصر، ما هو دور جامعات الدول العربيه لصد هذه؟ الجامعة العربية كما قلت أو البرلمان العربي بصفة خاصة كما قلت يسعى لحماية الشعوب العربية، سواء كان من أمريكا من إسرائيل من أي دولة تانية تريد. الموقف الإيجابي أن تتخذ التدابير اللازمة للوقوف بشدة لمثل هذه السياسات، إما ليس بالشجب والإدانة والاستنكار فقط، ولكن بابتداع برامج عملية لبرامج عملية بديلة لحماية الشعوب العربية. سيادة النائب بنشكر حضرتك.